عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. بمناسبة الأيام الوطنية لمسرح الأطفال في طبعتها 18، عمو يزيد يعطيكم موعد بالموقع الأثري بمدينة خميسة ولاية سوق هراس السبت 27 جويلية على 6 مساء. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمال وجنوب، قلت ألا ترون إني جزائري. من تنظيم الجمعية الولائية حسن الحسني للثقافة والفنون، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر.